اتفضل. كل عام وانتم بخير يا فندم. وحضرتك بألف خير يا رب. فضيلة الشيخ، بس سؤال بسيط ممكن أسأله سيادتك؟ اتفضل يا أخي. سيادتك، بالنسبة لصيام سيدنا داوود، أنا بفضل صيامه في فصل الشتاء، هل في حرمانية سيادتك؟ بتصوم كل يوم في الشتاء يعني؟ كل يوم ولا بصوم؟ يوم السبت والاثنين والخميس. تمام، حاضر. هل في حرمانية يعني اخترت فصل الشتاء بالذات سيادتك؟ لا، حاضر حاضر. ماشي يا فندم، ماشي. أشكرك. تابعني يا أستاذ إبراهيم. شوف يا استاذ رميه، اتفضل يا دكتور. الرسول دعانا الى الاكثار من الصيام في الشتاء. دعا كده في حديث عشان عدد الساعات، هو قال كده. شوف بس، شوف كلامه بقى الجميل. قال صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن. الشتاء ربيع المؤمن. لا طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. الدنيا برد كده ويقوم يتوضى ويقعد ربنا بعد الساعه 12 بالليل، يرخي الليل سدوله، تغار نجومه، الكون قد لف في عباءة سوداء، يخلو كل حبيب بحبيبه، وتخلو أنت بحبيبك الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. فتعرض على الله همومك ومشاكلك، تقول: يا رب ارتكبت الذنوب، فيجيبك الله ويقول لك: يا عبدي وأنا قد غفرت. تقول: يا رب ارتكبت السيئات، فيجيبك الله ويقول لك: يا عبدي وأنا قد سترت. يا عبدي أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا بعد ذلك قبلناك. فإذا اصطلح العبد مع الله سطع نور بين السماء والأرض، ونادى مناد من قبل الله عز وجل: أيتها الخلائق، هنئوا فلانا ابن فلان، فقد اصطلح مع الله رب العالمين. أستاذ لمياء، أحب الصيام إلى الله صيام سيدنا داود. كان يصوم يوما ويفطر يوم. يوما. ولذلك المشاهد الكريم لما يصوم 3 أيام في الأسبوع ده له ثواب عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يعطيه ربنا يتقبل سيدنا يا رب داود منه. هو وكل من صام. أمين. هو وكل من فعل خيرا في هذه الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أمين يا رب.